بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات هنا على أرضية هذا الميدان. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة تاسع أشواطنا الذي خصص للمحليات الأصايل في حضور شعارات أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم وتحفة ميادين السباقات. انطلق مع هذه الأسماء وتقدم مع هذه الشعارات. مركزنا الأول تابع الضبي، على المركز الأول محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم على المركز الأول ويقدم الضبي على الصدارة، والمقدمة المركز الثاني القادم على المركز الثاني شرف لأحمد بن سالم بن سليم الكتبي يقدم شرف على المركز الثاني، المركز الثالث النشلة لسالم بن حمد بن حمود المحاربي القادم في هذه اللحظات. ناخذ المركز الرابع شعار حمد بن سالم بن مبارك بن حريب الشامسي يقدم العزرة القادمة على المركز الرابع في هذه اللحظات، يتقدم وينطلق مع العزرة. ناخذ المركز الخامس العنود لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري قادم مع العنود على المركز الخامس. المركز السادس نتابع وصول علاج سهيل بن مخيت بن لوتية العامري يقدم علاج القادم على المركز السادس. سابع مراكزنا الشايبة حسن بن راشد بن حسن بالجافلة النعيمي القادم في هذه اللحظات. المركز هذا شعار الجفالي النعيمي قادم، حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي قادم مع الشايبة تتقدم على المركز السابع. ناخذ المركز الثامن ونتابع بروق خريبيش بن محمد بن حمد بن حامد لوهيبي يتقدم مع بروق القادمة. المركز الثامن وصل الخيلي، هذا شعار الخيلي قادم على ما ظن في هذه اللحظات، يتقدم حمد بن قطامي بن سعيد الخيلي يقدم هملولة. المركز التاسع هملولة سيب بن خلفان بن مطر بن محمد الشامسي. المركز العاشر المتقدمة والحاضرة الشاهينية لعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري، شعارك يا ابو سهيل المتقدم في هذه اللحظات. واحد القادمين من ميدان الهباب يقدمون كل جديد في عالم الاصايل. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا للمحليات الاصايل للذلل مع اول ندانا للعشر المراكز الاولى المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، عودة إلى الصدارة، عودة إلى شعار المجازف على المركز الأول مع الضبي محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني شرف قادمين أهالي المدام حمد بن سالم بن سليم الكتبي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث هذه العزرة قادمة بشعار حمد بن سالم بن مبارك، حمد بن مبارك بن سالم بن مبارك بن حريب يتقدم في هذه اللحظات. راعي ميراج ينطلق ويتقدم بوشاب يقدم العزرة القادمة حمد بن سالم بن حريب الشامسي. ناخذ المركز الرابع
الرابع. العنود العنود قادمة، سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري قادم مع العنود على المركز الرابع، مسيرة إلى المركز الثالث والثاني ما شاء الله. بدنا نغادر لافتة الخمسة كيلومترات، قطعنا ثلاثة كيلومترات، نتابع المركز الخامس والمتقدمة في هذه اللحظات والحاضرة في هذه الانطلاقات. هملولة هملولة هملولة، سيب بن خلفان بن مطر بن محمد الشامسي قادم مع هملولة المركز السادس، هذه نشلة قادمة، سالم بن حمد بن حمود المحاربي يتقدم المحاربي ويقدم نشلة على المركز السادس. المركز السابع وصلت الشايبة، حسن بن راشد بن حسن بن الجفال النعيمي قادم في هذه اللحظات يتقدم، شعار الجفال النعيمي في هذه اللحظة على المركز السابع. ثامن المراكز القادمة لهايب، لهايب بن عثعيث العامري، حمد بن مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري قادم يقدم لهايب، أول نداء لهايب. المركز الثامن، شوف الوصول، شوف المتسللة في هذه اللحظات، بروق 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 العز قادمة. خريبيش بن محمد بن حمد بن حامد لوهيبي يقدم بروق، تتسلل في هذه اللحظات وتتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع اللي وصلت واللي حضرت في هذه اللحظات، نتابع الأسماء المتسللة والقادمة. شعار يتقدم مع معز سعيد بن عبد الله بن عيد الاكتبي قادم مقدما معز وانطلاقات معز على أرضية هذا الميدان. ناخذ المركز العاشر، عاشر الأسماء هذه اللي وصلت وتقدمت في هذا في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. نوايا نوايا نوايا، سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي يقدم نوايا القادمة. هكذا هي النتيجة لهذه الاسماء ولهذه الشعارات المنطلقة على ارضية هذا الميدان. شوف المحليات الاصايل، الكل في موقع واحد ما شاء الله، يدل على قوة التنافس على أرضية ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي. المرموم غير، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المجازف مسعيد يقدم الضمي من أول انطلاقة هذه الأسماء. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري وبن سليم قادم، راعي مشوش يقدم شرف، حمد بن سالم بن سليم الكتبي يتقدم على المركز الثاني، حمد بن سالم بن مبارك بن حريب قادم بوشاب يتقدم، راعي ميراج مع العزرة، العزرة قادمة، العزرة قادمة على المركز الثالث. ركز يا حمد في هذا الانطلاق، الأسماء قادمة، الشعارات قادمة. المركز الرابع هذه نشلة، نشلة المحاربي سالم بن حمد بن حمود المحاربي القادم مع نشلة على المركز الرابع والمركز الخامس. هملولة هملولة، سيب بن خلفان بن مطر الشامسي قادم مع هملولة، يتقدم مع هملولة في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس شعار يأتينا ويتقدم في هذه اللحظات، يتقدم وينطلق شعار حمدان بن حمد بطير العامري القادم مع أول نداء لشعار حمدان، يتقدم وينطلق في هذه اللحظات، يقدم انطلاقتي وتحديات القادمة والمنطلقة. هنا الكايدة الكايدة، عبد الله بن محمد بصير المحاربي قادم، المحاربي قادم يتقدم بشعار بدعيه في هذه اللحظات. تابع الأسماء القادمة، مركزنا الثامن يحمل اسم الشايبة حسن بن راشد بن حسن.
الجفار النعيمي قادم في هذه اللحظات، وجرح مبارك بن محمد بن نصر قادم، وكذلك علاج سيل بن مخيت بن لوتية العامري قادم، وكذلك لهاي بن حمد بن مبارك بن مسلم بن عثعيث الراشدي. غادرنا 2 كيلومتر يا اهل المحليات، نوايا بن دري، نوايا بن دري قادمه، نوايا الشبل سالم بن احمد بن دري الفلاحي قادم مع نوايا في هذه اللحظات، والقادمه معزه بن عيد، سعيد بن عبد الله بن عيد الكتبي يقدم معزه، وكذلك ياتي عبد الله بن علي بن حمد الهايري يقدم الشاهينيه في هذه الانطلاقات. لكن اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه، المجازف على المركز الاول، المجازف ويتقدم في هذه اللحظات بامال منازف. يا سلام يا سلام يا راعي الظبي، يا راعي الظبي، يا راعي الظبي، شوف هذا المنظر، شوف هذا المنظر على قنوات دبي ريسنج في كل زوايا ميدان المرموم. المركز الثاني المحاربي قادم معنا شلا سالم بن حمد المحاربي، المحاربي وبن سليم، بن سليم مع جرعه القادمه. لكن هذه شرف، شرف، شرف حمد بن سالم بن سليم الكتبي قادم في هذه اللحظات، معزه سعيد بن عبد الله بن عيد، ونوايا، نوايا، نوايا بن دري، نوايا بن دري، يا بن دري ويا بن عيد، يا بن سليم المحاربي. ومن القادم هملولة الشامسي قادمة في هذه اللحظة، والواعية، الواعية حمدان، حمدان بن حمد بالطير العامري قادم في هذه اللحظات. يا هي معركة في المحليات الأصايل، شوطنا التاسع وين بيصبح، وين بيصبح، لا زالت واللي غيرت هذه معزة سعيد بن عبد الله بن عيد، بن عيد، بن عيد، وبن سليم، بن سليم، ونوايا بن دري، نوايا بن دري، والواعي حمدان، حمدان بن حمد بطير قادم العمري اللحظات الأخيرة. يا بن عيد، يا بن سليم، يا بطير، يا حمدان، يا بن دري، يا بن دري، يا راعي نوايا. ولكن خلاص المقدمة، المقدمة مع معزة سعيد بن عبد الله بن عيد الكتبي، وشرف قادمة، شرف قادمة يا بن هادوب قادمة، شرف اللحظات الأخيرة. المحليات الأصايل الذلل، المحليات الأصايل الذلل بتاريخ اليوم في شوطنا التاسع، يذهب إلى مالك معزة، إلى مالك معزة. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، يا راعي معزة سعيد بن عبد الله بن عيد الكتبي، بن عيد الكتبي، بن هادوم، بن هادوم، روح بناموسي هذا الشوط، روح بناموسي هذا الشوط، هنيالك ناموس معزة في المحليات الأصايل. المركز الثاني شرف لحمد بن سالم بن سليم الكتبي، المركز الثالث وصلت نوايا لسالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي، المركز الرابع الواعيه لحمدان بن حمد بالطير العامري، المركز الخامس ابعاد خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، نعود